عليكم ورحمة الله. جامعة الدمام، وكالة التعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية، مقرر طرق البحث. معاكم دكتور محمود عبد العزيز توني، القائم على التدريس مقرر طرق البحث. النهاردة إن شاء الله هنحاول إن احنا نعمل مراجعة على بعض الدروس اللي احنا خدناها في المحاضرات السابقة، وبعد كده إن شاء الله في النهاية بإذن الله نعمل مشاركة على بعض خطط البحث، ونحاول نستطلع ايه الأخطاء الموجودة في هذه الخطط، بحيث نحاول نطبق اللي احنا اتعلمناه في المحاضرات السابقة. طيب، لو جينا نتكلم، يعني نبدأ في الدرس الثالث. كنا خدنا خطوات إعداد البحث العلمي، واتكلمنا عن تصميم خطة البحث. لا، قبل تصميم خطة البحث كان في قبل الدرس. طيب، معلش لهذا الخطأ الفني، لكن النهاردة زي ما قلنا هنعمل مراجعة على بعض الدروس السابقة. كنا أخذنا في الدرس الثاني خصائص وسمات الباحث الجيد، وسمات أيضا البحث الجيد. كان من أهم خصائص البحث العلمي إن إحنا بنقول إن البحث العلمي هو عملية منظمة، بمعنى إن في خطوات بيتبعها الباحث، من وضع في الأول خطة الدراسة، وخطة الدراسة دي بتبقى عبارة عن خطوات، بداية من تحديد المشكلة والظاهرة، وبعد كده صياغة تساؤلات الدراسة، وبعد كده تساؤل وضع الفروض والأهداف. فعملية البحث هي عبارة عن عملية منظمة بخطوات، ما ينفعش إن إحنا يعني نسبق خطوة قبل خطوة. وكان زي ما قلنا أول خطوة كانت هي إزاي إن إحنا نختار النقطة البحثية ونحدد مشكلة البحث، وبعد كده إزاي إن إحنا نصيغ فروض الدراسة، وتعلمنا إزاي نصيغ فروض الدراسة سواء كانت فروض سببية أو فروض يعني في صيغة عبارات خبرية أو فرض العدم والفرض البديل. بعد كده بننتقل بعد كده لمرحلة تجميع البيانات والمعلومات، وبعد كده تيجي مرحلة تحليل هذه البيانات واستخلاص النتائج ووضع التوصيات بالنسبة للدراسة. أيضا البحث العلمي من صفاته إنه عملية منطقية، بمعنى إن لابد إن يكون النتائج اللي توصل ليها الباحث تعتمد على المنطقية، وما يضع الفروض تكون هذه الفروض في نطاق النظرية اللي بتحكم الظاهرة، ما تبقاش هذه الفروض مثلا فروض غير علمية غير معقولة، وإنما لابد إنها تتصف بالمنطقية. أيضا البحث العلمي عملية تجريبية، فكثير من الدراسات بتعتمد على الواقعية وعلى التجريب، حتى في الدراسات النظرية في دراسات منها تطبيقية يتم تطبيق أو التأكد من مدى انطباق النظرية اللي احنا الموضوعة حول هذه الظاهرة من خلال الواقع العملي لهذه الظاهرة. فمعظم الأبحاث كثير أو كثير من الأبحاث خاصة الأبحاث التطبيقية بتعتمد بقى على تجميع البيانات والعينات الخاصة بالدراسة وتحليل نتائجها، ونتأكد ما إذا كانت هذه النتائج تتطابق مع الواقع النظري أو النظرية التي تحكم هذه الظاهرة ولا لا. أيضا العملية البحث العلمي هو عملية مختصرة وموجزة، فالمفترض إن الباحث لا يبالغ في إعطاء مشكلة البحث أكبر مما تستحق، لأن ده ممكن يؤدي إلى تشتت الباحث، وإنه ممكن يتطرق إلى موضوعات ملهاش صلة بالبحث، وإنما يجب أن يكون البحث مركز على موضوع البحث. يعني عشان كده بنقول إن الباحث الجيد هو اللي يستطيع إنه يجاوب على تساؤلات الدراسة في بأقل مجهود ممكن. يعني مش لازم الدراسة مثلا كل ما كبرت الدراسة ده يدل على إن هذه الدراسة جيدة، بالعكس قد تكون الدراسة حجمها صغير ولكنها مركزة ومفيدة وبتجاوب بشكل مباشر على مشكلة الدراسة وتساؤلات الدراسة.
ايضا البحث العلمي لابد ان يكون قابل للتطبيق، فما ينفعش ان النتائج اللي توصل بيها ليها الباحثين تكون مجالات تطبيقها بعيدة عن الواقع، او لا يمكن تطبيق هذه النتائج. لما توصل النتائج لابد ان يكون في آلية لتطبيق هذه النتائج والاستفادة منها. لو جينا طب نشوف ما هي مستلزمات البحث الجيد، علشان اعمل بحث بصورة جيدة لابد ان يكون العنوان بتاع البحث واضح وشامل للبحث، وهنا بيعني شمولية البحث ان عنوان البحث يحدد الهدف الدقيق والموضوع الدقيق للبحث. عشان كده بعد ان شاء الله في اخر المحاضرة النهاردة هنحاول نستطلع بعض البحوث المعمولة من بعض الطلاب بدون ذكر اسماء، ونشوف هل فعلا البحث كان عنوان البحث مثلا كان يتميز بالشمولية، الوضوح، الدلالة، هل كان بيشير فعلا بشكل محدد لموضوع الدراسة، ولا كان العنوان فضفاض ولا يحدد بصفة واضحة ما يتناوله هذا البحث. فلا بد ان يكون العنوان يتميز بالشمولية، الوضوح، والدلالة. ايضا لابد من تحديد خطوات البحث واهدافه وحدوده، سواء حدوده المكانية او الزمنية، لازم تحدد ده بشكل واضح. فمشكلة البحث لابد ان الباحث يحددها بشكل واضح، وبعد كده يبدأ يحدد الفروض بتاعة البحث، وبعد كده يحدد الاسلوب اللي هيجمع بيه البيانات. هل يتم تجميع مثلا بيانات من مصادر مطبوعة ووثائق مطبوعة، ولا يجمع البيانات عن طريق مثلا استبيان هيصممه، او عن طريق مقابلة، وبعد كده يجي يشوف ازاي هيحلل هذه البيانات، وايه هو الاسلوب اللي هيستخدمه في تحليل هذه البيانات، ويحدد بقى الحدود الموضوعية، يعني موضوع الدراسة يتطرق لايه بالظبط، والحدود الزمنية، يعني زمن الدراسة بيغطي مثلا من فترة كذا لكذا، والحدود المكانية ان الدراسة دي هنطبقها مثلا على مثلا مدينة الدمام، او المنطقة الشرقية، او المملكة العربية السعودية. فلا بد ان احنا تبقى واضحة الحدود الزمنية والحدود الموضوعية والحدود المكانية للبحث. ايضا من صفات البحث الجيد هو الالمام الكافي بموضوع البحث، فلا بد ان يتناسب الموضوع اللي انا هختاره مع امكانيات الباحث، ويكون لديه الالمام الكافي بمجال موضوع البحث. مش معقولة طبعا باحث يجي يعمل بحث في مجال غير تخصصه، او هو ما يكونش عنده دراية كافية بهذا الموضوع. ايضا لابد من توفر الوقت الكافي لدى الباحث، عشان كده كثير من المؤسسات العلمية بتشترط على الباحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه ان يكون متفرغ للدراسة، لان هذه المرحلة بتحتاج وقت يكون مفرغ الباحث لانجاز البحث، وبيبقى فيه تايم ليميت او توقيت معين لانجاز البحث، سواء مرحلة الماجستير مثلا او الدكتوراه، او حتى ابحاث التخرج بالنسبة للطلاب بيبقى برضه في وقت معين المفروض ان الطالب ينجز بحث التخرج ويقدمه على اساس يقدر يجتاز هذا المقرر. موضوع الاسناد وتوثيق المراجع برضه من الحاجات المهمة جدا، فالباحث يجب انه يعتمد في كتابته على طبعا دراسات سابقة والاراء الاصيلة والاراء العلمية اللي جمعها من معلومات، لان ما فيش بحث بيتعمل من لا شيء، وانما كل باحث بيجي يضيف الى المعرفة الموجودة في هذا المجال ويضيف على السابقين ليه. فلا بد من الاطلاع على الدراسات السابقة ونشوف وصلوا لإيه، ولا بد من مراعاة الأمانة العلمية عند الاقتباس من أي معلومة. أنا خدت معلومة من هذا البحث أو من هذا الكتاب، لابد إن أنا أوثق هذه المعلومة وأذكر مصدر هذه المعلومة، وإلا هيتعرض الباحث في هذه الحالة لأن ممكن البحث بتاعه يتلغي بالكامل، لأن هنا يكون هو هذا الاقتباس اللي خده بدون الإشارة دي بيبقى خده بدون وجه حق، وبالتالي تعتبر من السرقات العلمية اللي ممكن الباحث بسببها يتلغي البحث بتاعه بالكامل. وبالتالي الأمانة العلمية في البحث بتقتضي الإشارة إلى المصادر اللي استقى منها الباحث معلوماته، وأيضا التأكد من عدم تشويه الأفكار. يعني لما أجي أخد من مصدر معين وأكتبه هو بالضرورة إن يغير شوية في الأسلوب علشان يبقى ما يبقاش واخده تيبيكال، لكن ما يغيرش فيه بما يشوه
الافكار. يعني انا خدت هذه المعلومه من كتاب، ببدا اكتبها بس بنفس ايه المعنى، ما غيرش الراي، واجي في الاخر اقول ان هذا الراي كان راجع للكاتب الفلاني او الدكتور الفلاني. فلابد ان انا ناخد هذه المصادر من مصدرها، ان انا لا اشوه الافكار او اغير الاراء وبعد كده انسبها الى الاخرين. ايضا وضع اسلوب تقرير البحث، فالبحث الجيد بيكون مكتوب باسلوب واضح ومقروء مشوق في الكتابه بتاعته، ما فيش اخطاء املائيه او نحويه، دي من الحاجات المهمه جدا. ايضا من النقاط المهمه ان ما يكونش اجزاء البحث ملهاش علاقه ببعض، لابد من وجود ترابط ما بين اجزاء البحث، ما بين الخلفيه النظريه، ما بين الجانب التطبيقي، ما بين الاهداف، ما بين الفروض. فلا بد ان تكون اقسام البحث والفصول بتاعته، كل حاجه بيوصل للتاني، كل مرحله توصل للمرحله التي تليها. ايضا البحث الجيد ان يكون في اضافه الى المعرفه الموجوده في مجال التخصص. انا علشان هذا البحث يعتبر اضافه علميه، لابد من جي يضيف شيء الى المعرفه في هذا التخصص، سواء من الناحيه النظريه او من الناحيه التطبيقيه. يعني مش لازم ان انا هضيف نظريه جديده، لكن ممكن اضيف نتيجه جديده نتيجه لتطبيق البحث بتاعي في مجال معين او في بيئه معينه. فالبحوث العلميه لابد انها تضيف شيء الى الابحاث السابقه، والا لو كان الكلام اللي انا هكتبه هو تكرار عمله السابقين، اللي هي طب ايه الجديد اللي انا قدمته؟ فلا بد ان يكون في جديد هقدمه، نتائج جديده مثلا نتيجه للتطبيق، تطبيق في بيئه مختلفه، توصلت الى نتائج مختلفه، استخدمت طريقة بحث مختلفة أو منهج بحث مختلف، وصلنا لنتائج مختلفة، كل دي تمثل إضافة إلى المعرفة في مجال التخصص. أما إن أنا آخد بعض الكتابات اللي كتبوها السابقين من هنا ومن هنا وأجمع وأعمل بحث، هذا ليس بحث علمي. ممكن ده يعتبر تقرير لكن لا يعتبر بحث علمي. فالبحث العلمي من صفاته إن لابد إن يضيف جديد إلى المعرفة، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية. من السمات المهمة جدا في البحث هي الموضوعية والابتعاد عن التحيز. لابد ان يكون الباحث بعيد خالص عن انه يتحيز نتيجة معينة. انا بعرض هذه النتائج وبفسرها لكن لا اكون متحيز لنتيجة معينة. فالموضوعية والابتعاد عن التحيز وذكر النتائج من اهم مستلزمات البحث الجيد، ومن صفات زي ما نشوف الباحث الجيد ان يبتعد عن التحيز. ايضا من سمات البحث الجيد توفر المعلومات والمصادر عن موضوع البحث. ما ينفعش ان انا اروح اعمل بحث معين وانا مش متاكد ان كان في مصادر ومعلومات عن هذا البحث ولا لا. كثير من الموضوعات قد تكون شيقه من العنوان، لكن بعد كده يجي الباحث يستكمل البحث ما يلاقيش بيانات متوفره، ويصعب توفير المراجع في هذه النقطه البحثيه. يبقى في هذه الحاله البحث مش هتقدر تستكمله. يبقى بالتالي في البدايه قبل ما انا اكمل البحث بتاعي وانا بعمل خطه البحث، اتاكد هل في مراجع متوفره في هذه النقطه، وهل في بيانات هتفيدني في ان انا اطبق البحث ولا لا. فدي نقطه مهمه جدا في بالنسبه للباحث لما يجي يعمل البحث بتاعه. لو جينا ننتقل الى سمات الباحث الجيد، في عندنا مجموعه من السمات، في مجموعه منها تتعلق بالمهارات بتاعه الباحث، وفي مجموعة تتعلق بالسمات الشخصية للباحث. لو جينا نتكلم عن المهارات الخاصة بالباحث، في عندنا مثلا التكنيكال سكيلز أو المهارات الفنية، والمهارات الفنية هنا مرتبطة بمنهجية البحث العلمي، زي مثلا إزاي يحدد المشكلة البحثية، إزاي يصيغ الفروض، إزاي يصمم الاستبيان، إزاي يجمع البيانات ويحللها. كل هذه المهارات بيكتسبها الباحث من خلال التعلم، من خلال النزاع. يعني مثلا في الكورس بتاعنا اللي احنا بناخده بنحاول ان احنا نتعلم هذه المهارات. مفيش باحث هيجي من غير ما يتعلم هذه المهارات هيقدر يصيغ المشكله البحثيه بطريقه جيده، او يصيغ الفروض بطريقه جيده، او يصمم استبيان ويعمل له قياس وتحكيم للاستبيان، غير لما يكون درس مثل هذه المهارات. فمثل هذه المهارات تكتسب من خلال الدراسه. في عندنا الهيومن سكيلز او المهارات الانسانيه، زي مهارات التواصل مع الاخرين والتعامل مع الاخرين، سواء المشرف بتاعي، ازاي ان انا اتعامل مع المشرف بتاعي، ازاي اتعامل مع الباحثين في نفس التخصص، ازاي اتعامل مع امناء المكاتب المكتبات،
مدير المؤسسات لما اجي اجمع البيانات. فدي مهارات لابد ان يتعلمها الباحث. وفي عندنا يمكن معظم الجامعات بتدرس الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات الاتصال. فمهارات الاتصال والمهارات الانسانيه هنا مطلوبه ومهمه جدا للباحث علشان يقدر يتواصل مع الاخرين. في عندنا الكونسبشوال سكيلز او المهارات الفكريه، وهي مهارات بقى التحليل والتقييم والتفسير والتنبؤ والمقارنات، وكل دي بيكتسبها الباحث ايضا من خلال معرفته بهذا التخصص. انا ما استطعش ان انا اقدر احلل ظاهره معينه او اقيمها او افسرها الا ما يكون انا هذا المجال مجال تخصصي، ان انا دارس في هذا المجال، وبالتالي اصلا عندي القدره على تفسير النتائج وتفسير النتائج اللي انا توصلت بيها من التحليل بتاعي. في الفيربال سكيلز او المهارات اللغويه برضو مهم بالنسبه للباحث. فكثير من الابحاث واحنا بنقراها بنلاقي فيها اخطاء لغويه قاتله للاسف، يعني ممكن حتى بتوع ابتدائي ما يغلطوش مثل هذه الاخطاء. فقواعد اللغه واتقان قواعد اللغه وتركيب اللغه وقواعد النحو، ان ما يرفعش المجرور وما ينصبش المرفوع، دي نقاط مهمه جدا في البحث، قد تقلل من القيمه العلميه للبحث لما نلاقي فيه اخطاء لغويه كتير. عشان كده دايما بنقول للباحثين لو انت ما عندكش مثل هذه المهارات، يبقى قبل ما تقدم البحث بتاعك للمناقشه خلي اعرض هذا البحث على حد متخصص في اللغويات يراجعه لك ويصحح لك الاخطاء اللغويه الموجوده فيه. لكن الافضل ان يكون الباحث عنده مثل هذه المهارات. لو انتقلنا الى السمات الشخصيه المفروض انها تتوافر في الباحث، هو اول حاجه اهم صفه الصبر وقدرته على التحمل، لان كثير ما يواجه الباحث مشاكل مثلا في تجميع البيانات، قد لا تتوافر لديه البيانات او قد يجد صعوبه في تجميع البيانات والحصول عليها. فلا بد ان الباحث يتميز بقدرته على الصبر والمصابره ومحاوله الوصول الى المعلومه. ايضا لا بد ان يكون الباحث متواضع، ما ينفعش ان الباحث يكون كده متكبر وشايف ان العمل بتاعه ما فيش حد هيعمل زيه. دايما بيقول وفوق كل ذي علم عليم، يعني وان كنت انت عالم بهذا الشيء في الاعلم منك. فدايما لابد ان الباحث يكون متواضع، عدم ترفعه على الباحثين الاخرين خاصه اللي سبقوه في نفس المجال، ان يجي يسفه من اراء اللي سبقوه في هذا المجال. لا، كل باحث بيجي بيبني على اللي سبقوه، قد يكون في اخطاء في السابق، لكن يكون النقد هنا بطريقه موضوعيه وليس النقد بمجرد لغرض النقد ذاته. ايضا لابد من الباحث الجيد ان يكون يتميز بقوه الملاحظه. قوه الملاحظه عند تجميع البيانات، عند ملاحظه خاصه لو كان بيجمع البيانات عن طريق الملاحظه ويدون هذه الملاحظات وازاي يحللها وازاي يتجنب الاخطاء اللي وقع فيها الباحثين السابقين، في دي مهمه جدا بالنسبه للباحث. ايضا من صفات البحث الجيد هو التجرد، بمعنى تجرد الباحث بمعنى ان يكون موضوعي في كتاباته، زي ما قلنا ما يبقاش متحيز لراي معين ولا انه بيميل لنتيجه معينه نتيجه لتعاطفه مع هذه النتيجه او مع هذه مع هذا الفكر. لا، لابد ان يكون الباحث وهو بيحلل الدراسه بيبعد الاهواء الشخصيه خالص عند تحليل النتائج اللي بيحصل عليها. طبعا الباحث لابد ان يتميز بالامانه العلميه، فما ينفعش ان زي ما قلنا ان ياخد اي معلومات من اي مصادر الا ان لازم يشير الى هذه المصادر. ما ينفعش ان ياخد، يعني للاسف يعني في بعض الابحاث الواحد بيعمل التحكيم لابحاث وابحاث يعني اساتذه، وفي الاخر بيلاقي ان معظم الشغل بتاعه سارقينه من ابحاث اخرين. فدي طبعا يعني هذا لا يعتبر باحث. فالباحث لابد ان يتصف بالامانه العلميه وعدم تشويه اراء الاخرين او عدم سرقه اراء الاخرين وانه ينسبها لنفسه. ايضا لابد ان يكون الباحث دقيق في التاكد من المعلومات وفي تسجيل المعلومات بتاعته، على اساس ان دقة المعلومات بيترتب عليها دقة النتائج اللي هيتوصل إليه. وبالتالي لو كانت المعلومات بتاعته غير دقيقة ما هياش صحيحة، فيها بعض الأخطاء، وبالتالي النتائج اللي هيتوصل ليها برضه هتكون معرضة للشكوك وعدم صحتها. لابد إن يكون أيضا الباحث عنده ثقة بالنفس،
في قدراته في البحث والتحليل. وزي ما قلنا لابد ان احنا نفرق ما بين الثقه بالنفس وان يكون عنده نوع من الكبر، يعني ما بين الاثنين يعني شعره. وبالتالي البحث لابد ان يكون واثق بنفسه وفي قدراته في التحليل والبحث، لكن ما يوصلش الى مرحله انه شايف ان ما فيش حد احسن منه، وان النتائج بتاعته لا ما هي ما هيش معرضه للنقد، وان كل الاعمال السابقين كلها خطا. لا، لابد ان يكون عنده ثقه بالنفس، وفي نفس الوقت لا يسفه آراء الآخرين. لو جينا نتعرف على أنواع البحوث العلمية، فنستطيع إن احنا نفرق ما بين البحوث العلمية من حيث طبيعتها إلى البحوث الأساسية أو البحوث النظرية والبحوث التطبيقية. البحوث النظرية اللي هي البحوث بقى بتعمل على إضافة شيء جديد في النظرية التي تحكم هذه الظاهرة. وبالتالي معظم النظريات التي ترصد أو التي تكتب في مجال معين تعتبر من البحوث النظرية. أما البحوث التطبيقية هي إن أنا بحاول طب أشوف النظرية الموضوع دي هل فعلا في الواقع تطبق ولا لا، هل في مشاكل في التطبيق. وبالتالي لما أجي أعالج مشكلة معينة في مثلا في قطاع معين من القطاعات مثلا الصناعية، دي بحوث تطبيقية. إن أنا لما أجي أشوف هل طيب النظرية دي لو جيت طبقت في الواقع وجمعت بيانات عنها هل هتدي نفس النتائج اللي ذهبت لها النظرية ولا لا، فهذه بحوث تطبيقية. من حيث المناهج استطيع ان انا اقسم البحوث الى بحوث وثائقيه، وفي ايضا البحوث الميدانيه. نيجي نشوف البحوث الوثائقيه هي البحوث اللي بتعتمد على جمع البيانات من وثائق مطبوعه زي الكتب وزي الدوريات وزي النشرات. وبالتالي كل مصادر البيانات بتاعتي سواء كانت بيانات ارقام او معلومات نظريه كلها من خلال الكتب والوثائق سواء المطبوعة أو غير المطبوعة. وأهم المناهج التي تتبع البحوث الوثائقية هو المنهج الإحصائي والمنهج التاريخي وتحليل المضمون والمحتوى. وفي عندنا البحوث الميدانية وهي اللي بتعتمد على إن أنا البيانات ما هيش متوفرة مش منشورة، وبالتالي بحاول إن أنا أصمم أداة معينة لتجميع البيانات زي الاستبيان، وأبدأ أجمع البيانات من مواقع الدراسة من عينة الدراسة سواء كانت مؤسسات أو وحدات إدارية أو أفراد، وبالتالي أجمع هذه البيانات وبعد كده أبدأ أعمل لها تحليل. من أمثلة البحوث الميدانية في عندنا البحوث اللي تعتمد على المنهج المسحي ودراسة الحالة والبحوث الوصفية. وفي عندنا البحوث التجريبية، ودي يمكن تبقى ظاهرة بشكل أكبر في التخصصات العلمية زي في العلوم وفي الطب وفي الصيدلة. كل دي بحوث بتعتمد على بتجرى فيه المختبرات العلمية بيتوصلوا إلى نتائج من هذه البحوث. لو جينا نبص دي البحوث من حيث جهات تنفيذها، فنستطيع إن احنا نقسم البحوث إلى البحوث الأكاديمية وهي البحوث اللي بتجرى في الجامعات والمعاهد العلمية والمؤسسات الأكاديمية. وفي عندنا في البحوث الأكاديمية في عندنا البحوث الجامعية الأولية اللي هي بتجرى على مستوى البكالوريوس، طلبة البكالوريوس، وهي يعني أقرب ما تكون إلى التقارير من هذه البحوث، لأن مش مطلوب من الطالب على مستوى البكالوريوس إن يعمل بحث فيه إضافة علمية لمجال التخصص، ولكن لو قدر يعمل تقرير عن ظاهرة معينة أو مشكلة معينة يبقى يستطيع يعني هذا يكون يعني جيد في هذه المرحلة. في بعد كده بحوث الدراسات العليا زي رسائل الماجستير والدكتوراه اللي تطلب من الطلاب اللي هم بيكملوا دراسات عليا بعد مرحلة البكالوريوس. وفي بحوث التدريسيين اللي هي بتطلب بقى من أساتذة الجامعة بعد الحصول على الدكتوراه عشان الترقي مثلا للدرجات العلمية الأعلى، أستاذ مشارك وأستاذ دي بيتطلب أيضا إن أعضاء التدريس يقوموا بهذه البحوث التكميلية لاستكمال درجاتهم العلمية. في عندنا بحوث غير أكاديمية، ودي بحوث متخصصة تنفذ في المؤسسات، فكثير من المؤسسات اللي بيبقى فيها وحدات للبحث والتطوير تقوم بعمل أبحاث لغرض تطوير أعمالها وغرض المشاكل اللي ممكن تواجهها في بيئة العمل. ده كان ملخص سريع للدرس الثاني. لو جينا شفنا يعني كده ننتقل إلى جزء مهم جدا وهو خطوات إعداد البحث
العلم، ايه هي الخطوات اللي انا بمر بيها لما اجي اعمل بحث علمي؟ اول حاجة لازم احددها هي اختيار النقطة البحثية. انا هعمل البحث بتاعي فين؟ يبقى لابد من اختيار النقطة البحثية، وبعد كده تحديد مشكلة ايه البحث. لو جينا نتكلم عن اختيار النقطة البحثية او ريسيرش توبك، بيمثل اختيار النقطة البحثية نقطة الانطلاق، لان هي دي اللي هبدأ بناء عليها الشغل بتاعي كله، معتمد على هذه النقطة اللي انا بختار. فهي نقطة الانطلاق الاولى في تصميم خطة البحث. دي بتكون من خلال تكوين مجموعة من الافكار اعتمادا على خبرة الباحث في مجال تخصصه العلمي، اطلاعه على البحوث السابقة، النتائج اللي وصلت ليها هذه البحوث، ايه نقاط الضعف في هذه البحوث، وايضا استشارة الاساتذة الموجودين في هذا التخصص للوصول الى نقطة بحثية انا هعمل فيها ايه البحث بتاعي. تيجي بعد كده الخطوة التالية، هي ينقح هذه الافكار من اجل التواصل الى نقطة واحدة او موضوع البحث اللي هيعمل في البحث بتاعه. في مجموعة من الخصائص يجب ان تتوافر في النقطة البحثية علشان نقدر نقول دي نقطة بحثية جيدة. اول حاجة ان تتوافق النقطة البحثية مع الجهة المناحة للدرجة، يعني ما ينفعش ان انا هبقى في كلية دراسات تطبيقية او كلية ادارة اعمال وراح اعمل نقطة بحثية مثلا في مجال العلوم او الطب. يبقى اذا لابد ان تتوافق النقطة البحثية مع الجهة المانحة للدرجة العلمية او الجهة المانحة للتمويل لمشروع البحث، يعني جهة بتدي تمويل لبحوث في مجال معين، يبقى لابد ان تكون النقطة البحثية في هذا ايه في هذا المجال. ايضا لابد ان تكون النقطة البحثية مبتكرة، لابد ان تضيف جديد في مجال المعرفة. وزي ما قلنا ليس بالضرورة إضافة جديدة، يعني إضافة إلى النظرية التي تفسر هذا المجال، وإنما ممكن تكون إضافة من الناحية إيه التطبيقية. فالإضافة قد تكون من الناحية النظرية أو إضافة جديدة من الناحية التطبيقية. لابد زي ما قلنا وإحنا بنحدد النقطة البحثية نتأكد من إمكانية إنجاز هذه النقطة، من مدى توافر المراجع في هذه النقطة البحثية، من مدى توافر البيانات، من مدى مناسبة الوقت المحدد لإتمام البحث في هذه المدة، ومن التمويل، هل التمويل المخصص للبحث كافي لتغطية البحث في هذه النقطة البحثية ولا لا؟ فدي نقطة مهمة جدا، وعلى البحث ان ياخدها في الاعتبار لما يجي يحدد، علشان ما يجيش يحدد الموضوع ويختار ليه جوانب متشعبة كتير جدا، ولأنها محتاجة وقت طويل جدا عن الوقت المخصص لإتمام البحث في هذا المجال، او يلاقي انه محتاج ميزانيه كبيره جدا عن الميزانيه المخصصه لاتمام البحث. وبالتالي لابد من التاكد من انجاز امكانيه انجاز البحث سواء في الوقت المحدد او في حدود التمويل المخصص لذلك. ايضا زي ما قلنا مدى توافر وامكانيه الحصول على البيانات والمراجع اللازمه للبحث. إمكانية تعبير النقطة البحثية عن تساؤلات البحث الرئيسية وأهداف، إن أنا إزاي أصيغ بعد كده هذه النقطة البحثية في صورة تساؤلات إن أنا أحاول أجاوب عليها، لأن في النهاية البحث هو عبارة عن إيه؟ مجموعة تساؤلات عن ظاهرة معينة يكتنفها بعض الغموض، وبعد كده الباحث بيضع فروض بناء على هذه التساؤلات، وقلنا إن الفروض هي عبارة عن إجابات، بتبقى هذه الإجابات إجابات مؤقتة إلى أن يتم إثبات صحتها أو عدم صحتها مع اختبارها، وبعد كده الوصول إلى النتائج وتفسير هذه النتائج والوضع التوصيلي. بعد ما حددت النقطة البحثية تيجي بقى تحديد بقى مشكلة البحث. يبقى إذا مشكلة البحث هي ممكن يكون تساؤل واحد مشكلة البحث، وأحاول إن أنا أجاوب عن هذا التساؤل، أو مجموعة من التساؤلات الغامضة التي تدور في ذهن الباحث. هي تساؤلات غامضة مش لاقي لها إجابة محددة في المرحلة اللي هو مازال في بداية البحث. وبالتالي هي تساؤلات تحتاج إلى تفسير، بيسعى الباحث إلى إيجاد إجابات وافية لهذه التساؤلات من خلال البحث بتاعه. مثلا على سبيل المثال إن نقول مثلا المشكلة البحثية، ما هي العلاقة بين استخدام الحاسب الآلي وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات؟ هل استخدام الحاسب الآلي أدى إلى تحسين هذه الخدمة ولا لا؟ يبقى هذا التساؤل الباحث بيحاول إن يجاوب عليه، ممكن يعمل زي ما قلنا استبيان، ويحاول يشوف يضع بعض التساؤلات في الاستبيان اللي يجاوب له على هذا السؤال، يوزعها مثلا على
المترددين للمكتبات ومراكز المعلومات، ومن خلال البيانات اللي تتوصل إليه يقدر يشوف هل كان فعلا استخدام الحاسب الآلي كان ليه مردود إيجابي على الخدمات اللي المستفيدين المترددين على المكتبات ومراكز المعلومات ولا لا. مثال آخر مثلا، ما العلاقة بين التنمية السياحية وتلوث البيئة المحلية؟ هل التنمية السياحية بتؤثر سلبيا أم إيجابيا على البيئة المحلية؟ يعني دي برضه محتاجة إن يجمع بيانات ويشوف هل إيه أنواع السياحة الموجودة في المنطقة، هل هي سياحة ملوثة ولا سياحة علاجية، سياحة بتحافظ على البيئة. فدي يستطيع أن يجمع بيانات ويحاول يضع الفروض ويجمع البيانات ويختبر الفروض اللي عنده وتوصل إلى نتيجة نهائية للبحث حول هذه النقطة. قد تكون المشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض يحتاج إلى التفسير، مثلا اختفاء سلعة معينة من السوق رغم وفرة إنتاجها واستصدارها. طيب فهنا الباحث بيكون عايز يعرف ما هي الأسباب الحقيقية وراء اختفاء هذه السلعة، هل في احتكار، هل في مسائل أخرى ممكن أدت إلى اختفاء السلعة بالرغم من توافر إنتاجها وتوافر استيرادها ولا لا. طب ما هي المصادر اللي من خلالها أقدر أوصل لمشكلة البحث؟ أول حاجة محيط العمل والخبرة العملية، ممكن من خلال المحيط العمل بتاعي خاصة إذا كان الباحث هنا بيعمل في مؤسسة معينة، فيستطيع من محيط العمل المشاكل الموجودة في محيط العمل تبرز فيه بعض المشكلات البحثية اللي من خلالها ممكن إيه يحاول يجاوب على يضع لها تساؤلات يحاول يجاوب ليها. فزي ما قلنا الخبرات والتجارب بتثير لدى الباحث تساؤلات عن بعض الأمور التي لا يجد لها تفسير، واللي بتعكس هنا بقى مشكلة البحث اللي هيحاول إيه يدرسها ويجد لها حلول. أيضا قد تكون مثلا مقترحات العاملين في منشأة معينة في منشأة معينة أو شكاوي العملاء لهذه المنشأة بتشير إلى وجود مشكلة ما، وبالتالي هنا دي ممكن تكون مصدر للمصادر المشكلات البحثية اللي ممكن الباحث يضع هذه المشكلة في صورة تساؤلات ويحاول إن يجاوب على هذه التساؤلات ويتعرف على الحلول لمثل هذه المشاكل. على سبيل المثال مثلا موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية والفنية اللي بيقع فيها بعض المذيعين، ويمكن كثير مننا بيلاحظ ذلك في برامج التوك شو وفي نشرات الأخبار. فممكن يكون هنا موظف في بيعمل في الإذاعة والتلفزيون من خلال معاصرته لهذه المشكلات يستطيع أن يحط هذه النقطة في صورة مشكلة بحثية ويشوف هل بتأثر سلبيا ولا إيجابيا على جمهور المستمعين والمشاهدين لهذه البرامج. ممكن مثلا موظف في قطاع الإنتاج لشركة معينة يستطيع أن يبحث مثلا أثر زيادة الحوافز على الإنتاجية، هل فعلا الشركة لو أعطت حوافز للعمال هتزود الإنتاجية بتاعتهم ولا في النهاية الحوافز دي هيخدع العمال وإنتاجيتهم مش هتتغير. أيضا دي تعتبر نقطة بحثية ممكن الباحث أن يحاول يدرسها ويشوف فعلا هل الحوافز هنا بيكون لها تأثير إيجابي ولا لا. المصدر الثاني من مصادر الباحث للتعرف على المشكلة البحثية هي قراءاته الواسعة في هذا التخصص. فالقراءات الواسعة والناقدة سواء كانت كتب أو دوريات أو صحف آراء بعض المفكرين حول هذه الموضوع أو النقاط البحثية بتثير بالتأكيد لدى الباحث مجموعة من التساؤلات. أنا من خلال قراءتي للدراسات السابقة أستطيع إن أنا أوصل لمشكلة معينة ممكن ما يكونش عالجتها الدراسات السابقة والباحثين السابقين، أو كانوا عالجوها ولكن بطريقة يعني إيه ما هيش متعمقة أو في جوانب منها كان فيها قصور، ودي اللي إحنا أشرنا ليه وهي الدراسات السابقة. فدايما كثير من الباحثين وهو بيخلص البحث بتاعه بيبقى في نقاط هو لم يستطيع أن يغطيها في البحث بتاعه، فممكن نحطها في صورة توصيات للي هيجي من بعده. فبالتالي دايما بيكون في التوصيات ان بيوصي الباحث بان في هذه النقاط لم يستطع ان هو يغطيها، وبالتالي هي مطروحه للبحث للباحثين اللي هيجوا من بعده. وايضا ممكن الباحث زي ما قلنا ان يجد مشكله البحث بتاعه في الثغرات الموجوده في الدراسات السابقه وبعض الاخطاء مثلا او بعض النقاط التي لم يتم ايه
معالجتها. ممكن يكون مصدر المشكله هو تكليف من جهه معينه، فممكن تكون جهه عامله مثلا دعم لابحاث في نقاط معينه، وبالتالي الباحث بيبقى هنا قدامه نقطه بحثيه هو عليه ان يشتغل فيها علشان يقدر ياخد الدعم بتاع البحث في هذه ايه في هذه النقطه. بالتالي احيانا يكون مصدر المشكله البحثيه تكليف من جهه رسميه، زي مثلا مدينه الملك عبد العزيز للبحوث بتضع كل سنه اولويات بحثيه، وبالتالي اللي عايز يقدم بحث في هذه الاولويات يختار احد هذه المشكلات او احد هذه الاولويات البحثيه ويعمل عنها بحث، وممكن في هذه الحاله يتم تدعيم البحث بتاعه وتمويل. ممكن يكون التكليف زي ما قلنا هو من الجامعه او المؤسسات العلميه في الدراسات والابحاث. ما هو المعيار المفروض نستخدمه في اختيار مشكله البحث؟ اول حاجه لابد ان يكون المشكله يعني تستحوذ على اهتمام الباحث. ما ينفعش ان باحث هيعمل بحث في مجال ما هوش مهتم بيه. عشان كده دايما بنقول ان الباحث لابد ان ما يشتغل في نقطه بحثيه يكون هو يرغب هذه النقطه، يكون هو ميال الى العمل في هذه النقطه، لانه لن يستطيع احد ان يبدع في مجال معين الا اذا كان ميال ليه وعنده خبره في هذا المجال. ايضا لابد ان تكون الموضوع تتناسب مع امكانيات البحث ومؤهلاته العلميه، زي ما قلنا ما ينفعش واحد بتاع طب هيجي يعمل بحث في الاداره، او العكس واحد تخصصه في الاداره هيروح يعمل بحث في المجال الطبي. فلا بد ان يكون المشكله البحثيه تتناسب مع امكانيات الباحث، ليس الامكانيات الماديه وانما ايضا الامكانيات العلميه للباحث. زي ما قلنا لابد ان الباحث يتاكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمه لدراسه المشكله. انا يعني الباحث مش المفترض انه يعجب بس بموضوع البحث وانه موضوع جديد وشيق، لابد ان نتاكد طب هل هذا الموضوع فيه مصادر معلومات متوفره وفي مراجع متوفره تمكنه انه يكمل البحث في هذا المجال ولا لا. فلابد من تاكد الباحث من مدى توافر المعلومات والبيانات اللازمه علشان يقدر يتمم البحث بتاعه. ايضا مدى توافر المساعدات الاداريه المتمثله في الحملات اللي بيحتاجها الباحث في حصوله على المعلومات، خاصه لو كان بحث ميداني، فريق اللي هيجمع البيانات بتاعته، فدي برضه لابد نتاكد من ان عنده فريق العمل اللي هيقوم بتجميع هذه البيانات. ايضا لابد ان يكون المشكله البحثيه لها قيمه علميه في هذا التخصص. مش هينفع ان انا اعمل بحث في نقطه بحثيه ليست لها اهميه في مجال التخصص. فلابد عشان كده من ضمن الحاجات اللي الباحث بيذكرها في البحث بتاعه الفائده العمليه والعلميه للبحث بتاعه، فلابد ان يكون ليها قيمه من الناحيه العلميه ومن الناحيه العمليه ومن ناحيه اهميتها ايضا للمجتمع المحيط. ايضا ان مشكله البحث زي ما قلنا انها تضيف جديد الى مجال المعرفه في تخصص البحث، وزي ما قلنا ان مش بالضروره ان يكون هيعمل حاجه ما حدش عملها خالص، لا هو ممكن يكون في ناس عملتها بس في بيئه مختلفه، فهو بيجي يطبق هذه النقطه البحثيه في بيئه اخرى، وبالتالي ممكن يتوصل الى نتائج جديده نتيجه لتغير بيئه التطبيق. فلابد ان يكون النقطه البحثيه تضيف الى مجال المعرفه في هذا التخصص سواء في المجال النظري او المجال التطبيقي. وايضا ان تكون النتائج اللي توصل ليها الباحث قابله للتعميم علشان اقدر استفاد منها. زي ما شفنا هذه مشكله البحث والمصادر اللي الباحث ممكن يستقي منها مشكله البحث، وازاي بقى يصيغ مشكله البحث. عاده بيتم صياغه مشكله البحث في عده صور، يمكن ابرزها في صوره تساؤلات، وبالتالي على الباحث ان يختار الصوره المناسبه لصياغه المشكله البحثيه بتاعته. زي ما قلنا يمكن اكثر الصور المستخدمه في معظم البحوث ان يصيغ مشكله البحث، لا اما في عبارات خبريه لا اما في صوره تساؤلات. فمثلا على سبيل المثال العبارات الخبريه ان يقول الباحث مثلا المشكله بتاعته تتمثل المشكله البحثيه في وجود قصور مثلا في مجال تخطيط القوى العامله للقطاع الحكومي مثلا في جمهوريه مصر العربيه.
تلاقي هذه المشكلة البحثية، ويقوم الباحث بدراسة هذه المشكلة والتعرف على أوجه القصور في مجال تخطيط القوى العاملة. يبقى هنا ما صار المشكلة صار في صورة جملة إيه؟ خبرية. والصورة الثانية من صياغة المشكلة البحثية هي في صورة تساؤلات، وبالتالي يتم صياغة مشكلة البحث سواء في صورة تساؤل واحد أو مجموعة من التساؤلات الاستفهامية. المفروض هذه التساؤلات البحث ما بيبقاش عنده إجابة وافية مثل هذه التساؤلات، وبالتالي عليه في البحث بتاعه وتحليله أن يجد إجابات منطقية لهذه التساؤلات. على سبيل المثال ممكن يكون مثلا تساؤل البحث أو مشكلة البحث حطينا في مثل هذا السؤال، لو كان مثلا موضوع البحث عن عوامل الجذب في إحدى الجامعات الخاصة، فممكن إن أنا أضع بعض التساؤلات اللي تغطي هذا الموضوع. مثلا ما هي الخصائص التنظيمية والعلمية لهذه الجامعة التي تشكل أو تمثل عوامل جذب للطلاب؟ أو مثلا ما هي الفرص الوظيفية التي تتاح للخريجين في هذه الجامعة عشان تمثل عنصر جذب بالنسبة للطلاب؟ أو ما هي الترتيبات اللي بتضعها هذه الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أو ما مدى تنافسية خريجي هذه الجامعة مع باقي الخريجين في سوق العمل؟ يبقى أنا صغت المشكلة بتاعتي في مجموعة من التساؤلات، وبعد كده عليا إن أنا فيما بعد إن أنا أجاوب على هذه التساؤلات من خلال الدراسة بتاعتي وأجد ليها إجابات يعني علمية لمثل هذه التساؤلات. إيه الفوائد اللي بتعود على الباحث من التحديد الدقيق لمشكلة البحث؟ طبعا تحديده الدقيق لمشكلة البحث بيساعده في التوجيه الصحيح لمسار البحث وعدم الانحراف، فخلاص الرؤية بالنسبة له واضحة وعارف الخطوات اللي هيمر بيها علشان يجاوب على مثل هذه التساؤلات. تساعده في توضيح الأهمية العلمية والعملية، أنا لو عرفت مشكلة تساؤلات البحث قدرت إن أنا أحدد أهمية البحث من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. أيضا تساعدني في شرح الفروض، لأن الفروض هي عبارة عن إجابات مؤقتة لتساؤلات البحث بناء على خبرة الباحث وبناء على النظرية في هذا المجال بتقول ايه، فبيضع هذه الفروض اللي هي قابلة لانها يعني صح ان يثبت صحتها او ايه عدم صحتها. ايضا مش كل ما كانت مشكلة البحث واضحة كل ما قدر يحدد حدود الدراسة سواء من الناحية الموضوعية، موضوع الدراسة يتناول النقاط دي، الحدود الزمنية، الفترة الزمنية كذا، الحدود المكانية، فكل ما كان مشكلة البحث محددة بشكل جيد كل ما ساعدت الباحث في تحديد حدود الدراسة. تيجي النقطة الثانية بعد اختيار النقطة البحثية وشفنا وصياغة مشكلة البحث وهي الدراسة الاستطلاعية والدراسات السابقة. والدراسة الاستطلاعية هي تمثل القراءات الأولية اللي بتساعد الباحث في مجموعة من النقاط، زي مثلا بتوسع قاعدة معرفته في هذا الموضوع. فببدأ في الأول أقرأ عن هذا الموضوع مجموعة من الدراسات السابقة وبعض الكتب في هذا التخصص عشان أوسع معرفتي في هذا الموضوع. التأكد من أهمية موضوع بين الموضوعات الأخرى تميزه عنها، لأن أنا ممكن يكون عندي بدائل في موضوع الدراسة، فبالتالي كل ما قريت أكثر في هذه النقطة ببدأ أتأكد من مدى أهمية النقطة اللي أنا اخترتها ما بين النقاط البديلة اللي ممكن تكون مطروحة قدامي. ايضا دراسه الاستطلاعيه دي بتساعدني في ان انا احدد مشكله البحث بصوره جيده، وبالتالي بتساعده في بلوره مشكله البحث ووضعها في الاطار الصحيح ويبدا يحدد ابعادها بشكل جيد. وهنا القراءات الاستطلاعيه بتيجي على مرحلتين. المرحله الاولى قبل تحديد مشكله البحث، انا علشان ابدا اضع مشكله البحث وسببها لابد ان يكون عندي قراءات في الاول. من خلال هذه القراءات ابدا اتعرف بقى على مشكله البحث، يبقى في قراءات بتكون سابقة لتحديد مشكلة البحث، ودي علشان اللي هي من خلالها أبدأ أجمع الأفكار عن نقطة بحثية معينة وأبدأ أحدد أبعادها. وبعد كده في قراءات بتأتي بعد تحديد مشكلة البحث، إن أنا ببدأ أتوسع بقى أشوف الدراسات السابقة عن هذه النقطة فأبدأ أتوسع في هذا المجال. عشان كده الباحثين خاصة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه بيقعدوا فترة معينة قبل ما يحدد النقطة البحثية، يقعدوا يقروا في مجال معين علشان من خلال قراءاتهم المتعددة دي لكثير من الأبحاث يبدأ يحدد نقطة بحثية وتبدأ تتضح لي الصورة. بعد ما يحدد النقطة البحثية يبدأ بقى قراءات متخصصة حول هذه النقطة، وبالتالي يكون هنا الاطلاع على الأدبيات السابقة في هذه النقطة البحثية بعد ما خلاص استقر على نقطة
معينه، يبدا يشوف النتائج اللي توصلت لها، النتائج الدراسات السابقه ايه، وهي الفروض ازاي وضع الفروض، وبالتالي يبدا يشوف ما هو الاختلاف في النقطه البحثيه بتاعته عن الدراسات ايه السابقه. يبقى اذا الدراسات السابقه بتشمل كل الدراسات المتعلقه بموضوع البحث، منها ما تم نشره باي شكل من الاشكال، سواء في كانت كتب او بحوث منشوره في الدوريات العلميه، ممكن يكون عباره عن محاضرات او احاديث مذاعه، ممكن عباره عن رسائل ماجستير او دكتوراه سواء كانت منشوره او غير منشوره. طبعا مراجعه البحوث والدراسات السابقه بتكمل مهمه القراءات الاستطلاعيه، بس الدراسات الاستطلاعيه زي ما قلنا بتبقى اشمل واعم، مش على نقطه معينه. بتيجي بعد كده بعد ما يحدد زي ما قلنا مشكله البحث، تتركز الدراسات السابقه حول هذه ايه النقطه وهذا ايه الموضوع. طبعا الدراسات السابقه بتقود الباحث زي ما قلنا الى اختيار سليم للمشكله، وان المشكله اللي هو هيتناولها في البحث بتاعه لم يتم تناولها من قبل باحثين اخرين، او حتى لو كان تم تناولها من قبل باحثين اخرين، يستطيع هو ان يحدد جوانب جديده لهذه المشكله لم يتطرق اليها الباحثين ايه السابقين. ايضا اتمام مشكله البحث، فاطلاعوا على الدراسات السابقه ونشوف النظريات الخاصة بهذه هذا الموضوع وازاي تم صياغة الفروض، بيساعدوا بشكل كبير على ان ازاي يكمل، ازاي يضع مشكلة البحث في صورة تساؤلات يستطيع ان يجد عليها اجابات منطقية فيما بعد. ايضا تعرفوا على الاخطاء والصعوبات اللي وقع فيها الباحثين السابقين في هذا التخصص، بتمكن الباحث ان يتجنب مثل هذه ايه الثغرات وهذه ايه الاخطاء. ايضا الدراسات السابقه بتزود الباحث بالعديد من المراجع والمصادر الهامه، وزي ما قلنا ان البحث العلمي هي عمليه تراكميه، انا مش هقدر اضيف حاجه الى المعرفه والعلم بدون الرجوع للمصادر السابقه، فانا بكمل على من سبقي في هذا التخصص. ايضا استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقه، الامر اللي بيؤدي الى ان هذه الدراسات بتكون ايه متكامله، كل واحد بيجي يكمل على من سبقه في هذا التخصص. ايضا بتساعدني في ان انا اجري المقارنات ما بين البحث بتاعي والابحاث السابقه، النتائج اللي انا توصلت ليها والنتائج اللي توصل ليها الباحثين في هذا التخصص. طب ايه الاختلاف؟ هل النتائج بتاعتي متطابقه ولا مختلفه مع نتائج الدراسات السابقه؟ طيب لو كانت مختلفه ما هو اسباب الاختلاف؟ هل انا استخدمت مثلا طريقه جديده في البحث، اسلوب علمي جديد أدى إلى نتائج مختلفة ممكن تغير النظرية في هذا الموضوع، وبالتالي بتساعدني إن أنا يعني أتوصل إلى نتائج أكثر دقة وبالمقارنة ما بين نتائج الدراسات السابقة. طيب نيجي ننتقل إلى كيفية صياغة الفروض، وصياغة الفروض هنا مهمة جدا لأن بناء عليها البحث بيبدأ يشتغل على هذه الفروض. لانه بيبدا يشوف يختبر هذه الفروض وبيجمع البيانات بناء على هذه ايه الفروض. لو جينا هو ايه اصلا مقصود بفرض فرضيه البحث؟ الفرض هو عباره عن تخمين او استنتاج جيد بيتوصل اليه الباحث ويتمسك به بشكل مؤقت، يعني هو عباره عن اجابه مؤقته لتساؤلات الدراسه بناء على خبره الباحث وبناء على ما تذهب ليه الباحث، يعني رأي الباحث المبدئي في حل المشكلة أو بيان أسبابها، لكن ما هياش بالضرورة إن مثل هذا الاستنتاج أو هذا الرأي إن هو إيه يكون صحيح، لأن يعني زي ما هنشوف الباحث بعد كده ما بيجمع البيانات بيختبر مدى صحة هذا الفرض، ممكن تكون الفرضية صحيحة اللي توصل ليها، وممكن تكون الفرضية خاطئة، ولو الفرضية خاطئة مش معنى ذلك إن البحث بتاعه غير جيد، لا، ده هو عليه إن يفسر طب ليه النتائج جاد بخلاف الفروض، لان المفروض ان انا بان الفروض بناء على النظريه والمنطق، لان انا مش هحط فروض تخالف الواقع وتكون غير منطقيه، المفترض ان انا حاطط فروض الدراسه بناء على ان النظريه في هذا المجال بتقول كذا، المنطق بيقول كذا، طيب النتائج جات لي بنتائج مختلفه عن هذه الفروض، مش معنى ذلك ان الفروض بتاعتي خطا او النظريه خطا، ليس بالضروره، وانما قد تكون هناك بعض الاسباب التي ادت إلى عدم تحقق هذه النظرية. أنا ده دوري كباحث ودوري في خبرتي في هذا المجال إن أنا أفسر ليه لم تتحقق مثل هذه الفروض وهذه النظريات في الواقع العملي. يبقى إذا الفرض الجيد بيتميز بدقة صياغته وإمكان
اختباره، الفرد الذي لا يمكن اختباره احصائيا يبقى هذا فرد غير جيد. ازاي ان انا اعتبره؟ لان لابد من شروط الفرد ان يمكن ايه اختباره، اثبات صحته او بطلان هذا الفرد. اما اذا كان الفرد هي عباره عن حقيقه لا تقبل الجدل ما يعتبرش فرد، لان الفرد من خصائصه المقابل لايه لصحته او بطلان هذا الفرد. اما لما اقول مثلا ان الشمس مثلا تشرق من الشرق، هذا ما هوش فرض، هذه حقيقة علمية، وبالتالي الفروض هي فروض قابلة لإثبات صحتها أو إيه عدم صحتها. يبقى إذا يتميز الفرد الجيد بمعقولية الفرد، إن لابد أن يكون فرضية الدراسة تنسجم مع الحقائق العلمية، ما تحطش حاجة شاذة أو تتناقض مع الحقيقة العلمية أو خيالية أو متناقضة. ايضا من خصائص الفرد امكانيه التحقق منها وقياسها من خلال المؤشرات الاحصائيه القابله للقياس. قدره هذا الفرد على تفسير الظاهره، لان احنا زي ما قلنا الفروض ما هي الا حلول مؤقته للظاهره بيتم وضعها من قبل الباحث في ضوء النظريات، ان يكون الفرضيه تتسق مع النظريات ذات العلاقه في هذا التخصص، ان يكون الفروض موضوعه بشكل بسيط ما هيش معقده. وبالتالي كل ما كان الفرد بسيط ومحطوط في جملة أو جملة أو سطر ونص بالكتير قوي، كل ما كان سهل وقدرت إن أنا أعرف الأبعاد ما بين المتغيرات المحطوطة في الفرد. أيضا من ضمن خصائص الفردية إمكانية زي ما قلنا إيه تأكيدها، فهي بالتأكيد هي نتيجة غير معروفة وغير إيه مؤكدة. لو جينا نشوف أنواع الفروض البحثية في عند الفروض الوصفية، وهي فروض بتعبر عن علاقة ما بين متغير معين من حيث الوجود أو الحجم أو الشكل أو إيه التوزيع. يعني مثلا على سبيل المثال في الفروض الوصفية نقول مثلا إن يتعرض المستهلك للخداع من خلال الإعلانات التي يتعرض لها في مختلف الوسائل الإعلانية. هذا وجهة نظر الباحث، لكن ليس بالضرورة إن يكون هذا الفرض إيه صحيح. قد يكون فعلا بيتعرض المستهلك للخداع من خلال الإعلانات، وقد يكون هذا إيه غير صحيح، لكن هذا الباحث وضع هذه الفرضية وبيقوم بقى باختبار مدى صحة هذا الفرض من ايه؟ من عدم من خلال انه ممكن يجمع بيانات او كويشنير يوزعه على اللي بيشوف البرامج دي او الاعلانات ويشوف مدى صحة هذا الفرض من عدم. في فروض بتعبر عن علاقات ما بين المتغيرات، ودي هذه الفروض في نوعين منها، في الفروض الارتباطية وفي الفروض السببية. لو جينا نشوف الفروض الارتباطية، هي فروض بتوضح وجود علاقة ما بين متغيرين دون تحديد اتجاه هذه العلاقة، دون ايه تحديد اتجاه هذه العلاقة، عشان كده بنقول هي فروض ارتباطية. يعني مثلا لما اقول هناك علاقة ما بين عمر الطالب والعلامات التي يحصل عليه، فانا ببين ان في علاقة لكن لا اوضح هنا طبيعة ايه او اتجاه هذه العلاقة، او في علاقه ما بين انتظام حضور الطالب العلامه اللي بيحصل ايه عليه. وفي عندنا الفروض السببيه، وهي بيبين اتجاه العلاقه ما بين متغيرين او اقصد، زي مثلا اقول والله ان زياده عرض النقود في المجتمع تؤدي الى حدوث تضخم وارتفاع في الاسعار، فهنا حددت المتغير تابع ومتغير مستقل. المتغير التابع اللي هو التضخم وارتفاع الاسعار، والمتغير المستقل اللي كان ليه زيادة عرض النقود. ده يعني على سبيل المثال كمثال من الناحية ايه الاقتصادية. ايضا لما اقول مثلا هناك علاقة او ان زيادة معدلات الغياب ما بين الطلاب لها تأثير سلبي على درجاته، فهنا العلاقة ايه سببية، ان كل ما بيزيد عدد الايام الغياب للطلاب كل ما بتأثر سلبيا على تحصيله، وبالتالي بتأثر سلبيا على ايه على درجاته. ايضا مثل هذه الفروض ممكن ان انا اصيغها في صورة فرض عدم وفرض ايه بديل. في الفرض العدم يقول لي لا توجد علاقة ما بين المتغيرين، والفرض البديل اقول لا في علاقة مثلا سببية سواء كانت ايجابية او إيه سلبية. ففرض العدم دايما بيفترض ان لا توجد علاقة، ودي يمكن بتبقى في الفروض الاحصائية في مثلا اختبارات المعنوية بتاعة المتغيرات واختبار تي، فنقول مثلا لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية مثلا بين جنس العامل ومستوى إنتاجيته، يبقى ده فرض. والفرض البديل أقول لا في علاقة ذات معنوية بين جنس العامل ومستوى إنتاجيته، وعليا بقى إن أنا أختبر أنه هو الصح، هل فرض العدم هو الصحيح ولا الفرض إيه
البديل، فبجمع البيانات واشوف مدى صحة اي من الفردين، هل الفرد العدم ولا الفرد ايه البديل. لو جينا نشوف بعض الملاحظات العامة على صياغة الفروض، لأن فروض الدراسة ممكن تكون زي ما قلنا فردية واحدة أو عدة فرديات، لأن تساغ الفردية دايما بالإثبات. من المستحسن أن تكون ألا تكون الفردية زي ما قلنا طويلة معقدة، وفي هذه الحالة من الأفضل لو بدل ما الفردية تكون مركبة، لأن أنا أصيغها في أكثر من إيه فردية. أيضا لابد من الاطلاع حول موضوع البحث قبل ما أضع الفروض، ويتم وضع الفروض قبل إجراء الدراسة طبعا، لأن أنا الدراسة ببدأ أعملها بناء على الفروض اللي أنا حاططها واختباري لصحة هذه الفروض. طيب ننتقل إلى الجزء الأخير في المراجعة، وهي المحاضرة كانت الخمسة باقي خطوات إعداد البحث العلمي، علشان نشوف بعض خطط البحث أو الأبحاث المعمولة من الطلاب، ونشوف الأخطاء اللي وقع فيها بعض الباحثين وهم بيضعوا الفروض أو مشكلة البحث أو حتى العنوان بتاع البحث ذات نفسه. نيجي نشوف تصميم خطة البحث. خطة البحث بتشمل أول حاجة عنوان البحث، وبالتالي زي ما قلنا يجب على الباحث أن يتأكد من اختيار العبارات المناسبة للبحث، ويكون موضوع البحث أو عنوان البحث محدد بشكل جيد بحيث يشمل الموضوع الدقيق للبحث، ما يبقاش العنوان كده في الفاضي وعام، وإنما لابد أن يكون محدد. أيضا من عنوان البحث بيحدد المكان أو المؤسسة المعنية بالبحث في صفحة الغلاف، ويحدد أيضا الفترة الزمنية اللي هيغطيها الباحث. على سبيل المثال مثلا ده عنوان لبحث علاقة التلفزيون بقراءة الكتب والمطبوعات المطلوبة عند طلبة الجامعات في مدينة الرياض خلال الفترة الزمنية كذا كذا. زي ما بنقول يجب على البحث عدم التصدع في تحديد العنوان الكامل للبحث إلا بعد ما يحدد مشكلة البحث. أنا ما أقدرش أحط العنوان قبل ما أستقر على مشكلة البحث والفروض. بعد ما أحط مشكلة البحث والفروض بتاعة البحث، أبدأ أصيغ بعد كده العنوان بشكل يعكس مشكلة وتساؤلات الدراسة والفروض، لكن ما احطش العنوان من الأول وأنا لسه مش عارف إيه هي التساؤلات. بالتالي في هذه الحالة العنوان ممكن يكون غير معبر عن التساؤلات الدراسة والفروض بتاعة الدراسة. طيب بعد عنوان البحث بتيجي مقدمة الدراسة، وعادة بتكون المقدمة من أحد أهم عناصر خطة الدراسة، لأن من بدايتها كده بنقول الجواب يتقلي من العنوان. فمن البداية ببدأ ألقي الضوء على الظاهرة اللي فيها موضوع الدراسة، يبقى ببدأ إلقاء الضوء على الميدان الذي تقع فيه الدراسة، كيفية شعور الباحث بالمشكلة، وبالتالي بيتكلم عن ظاهرة معينة، وبعد كده من هذه الظاهرة بيبدأ يتواصل إلى إن في مشكلة، وبالتالي المقدمة الجيدة بالحديث عن الأمور العامة في الأول، وبعد كده أقل عمومية لغاية ما أوصل إلى تحديد دقيق لمشكلة البحث بتاعي. في مجموعة من الاعتبارات المفروض ان الباحث يراعيها لما يجي يكتب المقدمة، زي تناول الامور العامة المرتبطة بالدراسة، ظروف المجتمع، الظواهر المحيطة بالمشكلة، تناول بعد كده الامور الاقل عمومية، وبعد كده يأتي الحديث عن الموضوع الدقيق للدراسة بتاعتي. يجي بعد كده يحدد بقى مشكلة البحث بعد مشكلة بعد المقدمة، وزي ما قلنا بيبدأ يصيغ مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات زي ما شوفنا، سواء كان تساؤل واحد أو مجموعة من التساؤلات. يجي بعد كده يضع الفروض، وزي ما قلنا الفروض هي عبارة عن إجابات مبدئية للباحث على تساؤلات الدراسة، في ضوء النظرية اللي بتحكم هذا الموضوع إيه، في موضوع في ضوء خبرة الباحث، في ضوء منطقية هذه الفروض واتساقها مع الواقع. يعني مثلا على سبيل المثال إن أنا أحط الفرضية إن التلفزيون له أثر سلبي وكبير على اقدام طلبه الجامعه على قراءه الكتب المطلوبه منهم. ليس بالضروره هذا صحيح، هي فرضيه محطوطه قابله للتحقق او عدم التحقق. زي ما قلنا ان من خصائص الفرضيه الجيده انها قابله للاختبار، ما هياش حقيقه مسلم بيها، قلت عليه ان انا هختبر هذا الفرض والتحقق من مدى صحه هذا الفرض. بعد ما حددنا فروض الدراسه نبدا نحط بقى اهداف الدراسه. وفي كتير بيخلط ما بين أهداف الدراسة وأهمية الدراسة.
أهداف الدراسة هي عبارة عن ما يستهدفه الباحث تحقيقه من هذا البحث. وبالتالي أهداف الدراسة بتدور كلها حول تساؤلات الدراسة وحول فروض الدراسة، فالأهداف تجيب عن سؤال البحث لنفسه، لماذا أنا بجري هذه الدراسة؟ وبالتالي هي عبارة عن برضو إجابات لأهداف لتساؤلات الدراسة أو النتائج اللي أنا ممكن أتوصل ليها من هذه الدراسة. أما أهمية الدراسة هي ما تضيف هذه الدراسة إلى المجال العلمي أو النظري أو المجال التطبيقي أو المجتمع المحيط بموضوع البحث بتاعي. طبعا بتساعد عملية تحديد الأهداف الباحث على التركيز في دراسته على هذه الأهداف، علشان يشتغل هو بيشتغل في ضوء هذه الأهداف. أنا عليا في البحث إن أنا أحقق هذه الأهداف، ما ينفعش إن أنا أحط أهداف في الدراسة بتاعتي وأجي في التحليل بتاعي أستبعد مجموعة من هذه الأهداف وما أتكلمش عنها، أو إن أنا أضع مجموعة محددة من الأهداف وبعد كده أجي في الدراسة أتوسع وأدخل موضوعات تاني بعيدة عن عن موضوع الأهداف اللي أنا كنت بستهدفها من هذا البحث. يبقى إذن يتعين على الباحث أن يبلور أهداف محددة لدراسته وأن يعدد هذه الأهداف في صورة نقاط معينة بيهدف إلى تحقيقها في البحث بتاعه. أما أهمية البحث، فأهمية البحث زي ما قلنا بتيجي مقارنة بالموضوعات الأخرى، ولمن تكون أهمية البحث من شرائح المجتمع، هتفيد أنهي شريحة من شرائح المجتمع. وبالتالي ينبغي على الباحث أن بيكتب أهداف دراسته أولا، وبعد كده تأتي أهمية الدراسة. في بعض الحاجات المفترض أنه يراعيها عند كتابة أهداف الدراسة وأهميتها. أول حاجة أن يكون كل منهما مرتبط طبعا بموضوع الدراسة، مش معقول أحط أهداف ما هيش متعلقة بموضوع الدراسة أو أهمية ما لهاش علاقة بموضوع الدراسة. أن تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق، لأن الهدف في النهاية لابد أن أنا في النهاية أتوصل إلى تحقيق هذا الهدف. أن ينتقي عبارات توحي بالتواضع عند التعبير عن أهمية الدراسة، يعني ما يقولش والله إن الدراسة بتاعتي دي يعني دراسة ما فيش حد هيقدر يعمل زيها ولا لم يسبق، لا، وإنما نقدر نقول إن قد تفيد الدراسة في كذا، تفيد الدراسة الحالية في كذا، يعني كل ما كانت العبارة تفيد احتمالية الاستفادة من هذه الدراسة وتعبر عن تواضع الباحث هيكون ده بشكل أفضل. يأتي بعد كده إن تحديد البحث لمنهج البحث المستخدم في الدراسة. لابد ان انا احدد انا اتبع انهي منهج، هل المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، اعتمد على منهج درس الحاله، المنهج نسميه الكينماتكس او القياسي، ان انا هعمل نموذج واجمع بيانات وابدا اقيس احدد النتائج من خلال نموذج قياسي. وبالتالي لابد ان يحدد الباحث منهج البحث اللي هيستخدمه، وممكن طبعا يجمع ما بين اكتر من منهج في عملية البحث، وده شيء يمكن الطبيعي ان بيستخدم المنهج الوصفي في جزء من الدراسة، بيستخدم المنهج التاريخي في تجميع البيانات، بيستخدم بعض المناهج القياسية في وضع النموذج. فممكن الباحث بيجمع ما بين مجموعة من المناهج البحثية في موضوع الدراسة. وبالتالي يجب على الباحث انه في خطة البحث اللي يذكر نوع منهج البحث اللي بيستخدمه في دراسته، المبررات التي اعتمد عليها في اختيار هذا المنهج، وإشارة موجزة لكيفية استخدام هذا المنهج وإلمامه بهذا المنهج ومعرفته. تيجي بعد كده النقطة اللي بعد كده في خطة البحث هو تحديد مصادر البيانات وطرق جمعها. يا ترى أنا أعتمد على بيانات منشورة مثلا في دوريات حكومية أو مؤسسات دولية زي البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو مثلا كتب إحصائية، ولا البيانات هجمعها عن طريق مثلا استبيان أو استقصاء أو مقابلة. وبالتالي لابد إن أنا أحدد طبيعة هذه البيانات كانت حقائق أو اتجاهات، مصادر هذه البيانات هل مصادر أولية أم مصادر ثانوية، طريقة تجميع البيانات هل هجمعها من خلال مقابلة ولا استبيان ولا ملاحظة. في طرق كتيرة إن شاء الله هنتناولها فيما بعد بالتحليل ومعرفة كل المزايا وعيوب كل وسيلة من وسائل جمع البيانات. يكتب بعد كده إن الباحث يحدد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة، فيجب إن يحدد مجتمع الدراسة. مجتمع الدراسة هو جميع مفردات الظاهرة اللي بتدور حواليها
موضوع البحث بتاعه، سواء كان هذه المفردات بشر، مؤسسات، عاملين، على حسب ما يكون دايما مثلا مجتمع الدراسه. طبعا قد يكون مجتمع الدراسه متسع وكبير بحيث لا استطيع ان انا اجمع البيانات بتاعتي من كل ايه؟ مجتمع الدراسه، فياتي هنا دور البحث في اختيار عينه. هذه العينه بتكون هي عباره عن مجموعه من افراد المجتمع، بس لابد من يختارهم الباحث بطريقه بحيث هذه العينه تمثل هذا المجتمع تمثيل جيد. وهناخد محاضره كامله عن عينات، كيفيه اختيار عينه الدراسه وانواعها المختلفه، وامتى اختار كل نوع من هذه العينات. طبعا عمليه اختيار العينه زي ما قلنا بتتحدد وفق اسس علميه واساليب خاصه تتناسب مع موضوع الدراسه وايه واهدافه. بعد كده الباحث يجب في خطه البحث بتاعه ان يحدد حدود الدراسه، فقد يتعذر على الباحث ان يغطي في دراسته منطقه كامله مثلا او دوله كامله. يعني ممكن تيجي تقول والله انا الدراسه بتاعتي هتكون مثلا قصيره على المنطقه الشرقيه، الدراسه بتاعتي قصيره على النقطه البحثيه الفلانيه، الدراسه بتاعتي هتغطي الفتره مثلا ما بين السنه كذا وكذا. فهنا دي بنسميها حدود جغرافيه وحدود موضوعيه وحدود ايه زمنيه للدراسه. قد يكون من المستحيل زي ما قلنا دراسه المشكله والظاهره في كل الفترات الزمنيه، وبالتالي لابد ان انا احدد ايه الحدود ايه الزمنيه. وعلى الباحث طبعا يقدم مبررات ليه اختار هذه الفتره الزمنيه، دي بيطبق البحث على المنطقه الفلانيه، فدي طبعا جوانب بيوضحها ايضا الباحث في حدود الدراسه. تيجي خطه البحث ايضا لابد ان تتضمن مجموعه من الدراسات السابقه في هذا التخصص، بتشمل بقى الدراسات التي سبقت الموضوع بتاعه من الباحثين، وعرض ملخص لهذه الدراسات واهم النتائج اللي توصلت ليها. وبعد كده ممكن نقدم ايه اوجه النقد اللي ممكن شايفها على هذه الدراسات، او ايه الاستفاده اللي ممكن يستفادها من هذه الدراسات في البحث بتاعه. طيب لو جينا نشوف اهميه ذكر ملخص الدراسات السابقه، هو اول حاجه ان التاكيد للقارئ ان مشكله الدراسه اللي وقع اختياره عليها لم يتم تناولها بنفس الكيفيه زي ما قلنا، ان ممكن تكون هذه المشكله تم تناولها بس هو متناولها من جانب ايه اخر، لكن ما يكونش تم تناولها بنفس الطريقه اللي هو هيتناولها بنفس المتغيرات، والا يبقى هو لم يضيف ايه اي شيء جديد. تاني حاجه ان بتساعد هذه الدراسات السابقه في صياغه اهداف الدراسه في ضوء ملخص الدراسات السابقه. ايضا استفاده من تجارب فيها الاوليه. ايضا مقترحه لهيكل الدراسه، ايه هي الموضوعات اللي انا هتناولها، الفصل الاول هتناول في كذا، المبحث الاول كذا، المبحث الثاني كذا، القاضي او المراجع ساعده في البحث البحثيه ويبدا يشتغل بقى في البحث واختبار بيانات واختبار ايه الفروض. طيب نتوقف عند هذا القدر ونبدا نشوف بعض البحوث في هذا البحث. طيب دلوقتي انا هنطلع على نموذجين لبعض الباحثين في اعداد الخطط البحثيه. يعني يا ريت نحاول مثلا نشوف مثلا العنوان، هنا ادي العنوان عن شاد، نيجي نشوف تعليق احد. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا ان العنوان عام جدا، كلمه الفساد الاداري عنوان مفتوح، وين يكون المكان، مده كم، وبالنسبه لمين، عنوان عام جدا الفساد الاداري. صحيح، يعني هذا وجهه هذا نظري. يتحط تحتيه يمكن 1000 بحث هذا. طبعا هنا العنوان ايه ما هوش موضوع بشكل جيد. طيب نيجي ننتقل ل صحيح نقطة دكتور، أخرى وهي الدراسة. يعني دي أول على طول هنا راح حاطط مجموعة من التساؤلات. هل هذه التساؤلات تمثل مشكلة بحثية ممكن هي يعني موضوع للبحث؟ يعني مثلا زي ما هو الفساد الإداري؟ طيب عايز اسمع منكم دلوقتي في اتفضل. اتفضل. بسألك الحين، عندكم الملخصات ولا نشتري كتاب؟ الكتاب طبعا مطلوب، يعني الكتاب لابد ان يكون مطلوب، لكن
للأمانة الترتيب بتاع المحاضرات ما هوش ماشي بنفس ترتيب الكتاب، المحاضرات ماشية بنفس ترتيب الموضوعات اللي احنا حطينا في خطة الدراسة، فخلي الكتاب معاكي بالإضافة إلى المحاضرات اللي احنا بننزلها اللي هي اللي احنا بننزلها على البلاك بورد. لكن يعني أهم شيء الكتاب. الكتاب والمحاضرات يعني انت ملزمة بشكل رسمي الكتاب والمحاضرات، الاشياء اللي انا بشرحها في المحاضره، لان ممكن تلاقي في الكتاب زي ما قلنا مانيش ماشي بالترتيب بتاع الكتاب، لان انا مرتبط بتسلسل معين لموضوعات الخطه الدراسيه، فتسلسل الموضوعات في الخطه الدراسيه ليس بالضروره موجود بهذا الترتيب موجود في الكتاب. اوكي شكرا. بالعكس. طيب نسمع بقى، هل التساؤلات دي تعبر عن مشكلة بحثية؟ يعني مثلا لما يجي يقول ما هو الفساد الإداري، في حد عنده أي مشاركة في ظل التساؤلات الدراسة دي؟ هل كل هذه التساؤلات تعبر عن تساؤلات بحثية بيبحث الباحث عن إجابات ليها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت بس بيقطع. الصوت بيقطع خالص، سامع حاجة. ألو؟ طيب. طب ممكن حتى المشاركة من خلال إنكم أنتوا تكتبوا لي حتى. أهلا دكتور. أنا نفس الشيء هنا بالنسبة للنقاط المذكورة ما زالت تتصف بالعمومية الشديدة، ما هو الفساد الإداري في أي مكان بالضبط، في أي منطقة عملية مثلا بالضبط. هو النقطة قد يوحي نعم كده بالتساؤل ده ان هو عايز يعرف تعريف الفساد الاداري، هل تعريف الفساد الاداري مشكله بحثيه؟ لا ما هيش مشكله بحثيه، ممكن نلاقي في الكتب، فهي ما هو ممكن يتناول في الجزء النظري من البحث، لكن ما هيش مشكله الدراسه ان يتعرف على مفهوم الفساد الاداري مثلا، صحيح ولا لا؟ صحيح فلما نيجي نقول ما هو الفساد فعلا الاداري دكتور، احد صحيح مشكلات دكتور كلام صحيح الدراسه، أكيد. مشكله الدراسه دي العوامل المسببة لظاهرة الفساد الإداري، هي برضو هنا التساؤل محتاج إن يتكلم عن العوامل المسببة لظاهرة الفساد الإداري فين، في أي مجتمع، في أنهي قطاع، في أنهي شركة مثلا لو هيطبق على مجموعة من الشركات، فلا بد إن يقول إن الدراسة بتاعته مثلا أطبقها مثلا على القطاع الفلاني، وبالتالي أنا عايز أشوف ما هي العوامل التي المسببة لظاهرة الفساد الإداري مثلا في القطاع الحكومي مثلا او في القطاع الفلاني، وبالتالي لابد ان يكون مشكله الدراسه محدده علشان اقدر ان انا اجمع بيانات واجاوب على مثل هذه التساؤلات، لكن كل هذه التساؤلات كلها تساؤلات عامه ما اقدرش ان انا اصيغها واقول ان هي دي مشكله بحثيه استطيع ان انا اجاوب عليها واجمع بيانات عليها. مرحبا دكتور، ايوه اتفضلي. يعني مشكلة البحث لازم تكون عن شغلات أساسية أنت بتناقشها، لكن الشغلات العمومية زي التعريف والتعداد هذه ما تعتبر من مشكلة الدراسة. بالظبط، لابد من كده الدراسه تكون ظاهره معينه ومشكله محدده في قطاع معين، وانا بحاول اتناول هذه المشكله احدد جوانبها واجد حلول ليها. اما الجوانب النظريه دي بتيجي في الاطار النظري، مش هقول مثلا والله تعريف الفساد الاداري فانا احط سؤال ما هو الفساد الاداري وابدا اعرفه، دي مش مشكله دراسه، دي احد الجوانب النظريه اللي انا هتناولها في الاطار النظري في الدراسه بتاعتي. برضه لو جينا ننتقل مثلا إلى نقطة أخرى وأهداف الدراسة، تعال نشوف كده نبص لأهداف الدراسة، هل هدف الدراسة التعرف على مفهوم الفساد الإداري ده هدف في حد ذاته؟ الخط بس بيقطع. طيب العنوان غير دقيق، يا ريت لو في مشاركات عن طريق الرسائل برضو بحيث لو ما قدرناش نتواصل من خلال الميكروفون، احنا قربنا نخلص الجلسة العامة الصلاة يعني شوية هنخلص. اسم الكتاب موجود في
خطة الدراسة اللي بيسأل عن اسم كتاب، شوف أول محاضرة عن خطة المحاضرة فيها كل التفاصيل عن الكتاب الدراسي. أي نعم، تفضل. طبعا تعريف مفهوم الفساد الإداري ما هوش من أهداف الدراسة. أنا مش هدف الدراسة إن أنا أتعرف على مفهوم الفساد الإداري، ده ممكن تروح تشوف الكتب اللي موجودة في المكتبة تلاقي فيه تعريفات كتيرة جدا للفساد الإداري. التعرف على العوامل اللي سببت الفساد الإداري بس برضه هنا ما هوش محدد في أنهي قطاع وفي أنهي دولة. فلابد إيه إن إحنا مثل هذه الأهداف، أنواع الفساد الإداري، أنواع الفساد الإداري برضه ممكن يكون داخل في الإطار النظم، ما هوش هدف من اهداف ايه الدراسه. كيفيه قياس ظاهره الفساد الاداري واساليب المعالجه، بس برضه ما يبقاش بهذا الشكل ايه العموم، لابد ان انا احددها. حتى هنا فروض البحث توجد علاقه بين المتغيرات الخلفيه ومؤشرات الفساد الاداري، حتى ما هو ما عرفش يعني ايه المتغيرات الخلفيه اللي يقصدها في البيانات أو في الكتابة اللي هو كتبها الباحث. الشعور بالحرمان وعدم المساواة، ومدى توجد علاقة بين الشعور بالحرمان وعدم المساواة ومدى عدالة توزيع الحوافز الإدارية ومؤشرات الفساد الإداري. برضه كان لابد إن أنا أحدد مجال التطبيق عشان أبدأ أشوف هو أنا هجمع البيانات دي منين، على أساس إن أنا أبدأ أختبر في هذا إيه الفرد ومدى إيه صحته. يعني لو جينا بس برضو بصينا على دراسة أخرى وهي عن المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية برضو لو جينا نشوف كده مشكلة البحث، هل هنا في تحديد لمشكلة البحث في مجتمع معين ولا في قطاع معين؟ أو فرضية الدراسة، هل مثلا المسؤولية الاجتماعية مفهوم أساسي من مفهوم منظمات للوصول إلى أفضل العوائد؟ يعني صياغة الفروض وصياغة التساؤلات بتاعت الباحث تدل على انه يعني ما عندهوش المهارات الكافية في تحديد مشكلة البحث او تحديد فروض الدراسة بشكل جيد. وعشان كده بيأتي دور ان احنا لما بندرس مقرر زي طرق البحث ده بيساعدني في كيفية صياغة تساؤلات الدراسة بشكل جيد. عشان كده قلنا القراءات السابقة بتساعد الباحث انه يبقى مشكلة البحث بتاعته بشكل جيد، يبدأ يحدد حدود الدراسة بتاعته، فروض الدراسة تكون محددة بشكل أفضل من كده. حتى يعني حتى اختيار العينة، مجتمع البحث هم أصحاب المنظمات والمدراء والموظفين والمجتمع الذي تقام فيه هذه المنظمات، ما حددش المجتمع ده فين، في أنهي دولة، في أنهي منطقة. وبالتالي طب انا فين هذه الشركات او المدراء والموظفين اجمعهم منين؟ يبقى كان لابد ان احدد مجال ايه التطبيق. هنا يمكن جه في حدود البحث حددها في المملكه العربيه السعوديه، وبعد كده يعني برضو البحث فيه نقاط ضعف كتيره في وضع الفروض وفي اختيار فروض الدراسه او تساؤلات الدراسه. طيب قبل ما اتوقف عند هذا الحد، اساس في محاضرة تاني ان شاء الله تبقى الساعة 6، لو عندكم اي تساؤلات بشكل عام عن المقرر او اي موضوعات متعلقة بالمقرر اسمع منكم. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. معلش عندي مجموعة من الأسئلة، فأنا راح أطرح كلها مرة واحدة، ولا تحب يا دكتور أجيبها واحد واحد أفضل؟ تفضل. موضوعات عامة ولا موضوعات عن المقرر؟ المقرر طبعا إن شاء الله. أول سؤال، كثير في خلال شرح الدروس نتعرض لأمثلة، هل بيكون في من هذا النوع في الاختبار نحصل على مثال ومطلوب من يتبع لأي نقطة من نقاط طرق البحث؟ طبعا ممكن من الأمثلة أو أمثلة مشابهة، يعني مش لازم نفس الأمثلة هي اللي ممكن يجي عليها أسئلة، ممكن تكون من أسئلة مشابهة، زي مثلا لما نيجي ناخد بعض الأمثلة على صياغة الفروض ممكن تيجي
زي هذه الأمثلة، وممكن تيجي أمثلة مشابهة بهذه الطريقة. طيب سؤال ثاني دكتور، لو ان البحث طبعا عنده محكوم بوقت معين لانتاج البحث، لكن لو خلال عملية البحث لاحظ ان في ابواب كثيرة فتحت امامه ان يتوسع في البحث اكثر، الوقت ما راح يكفيه، طيب وش يعمل في مثل الحالة هذا؟ هل يتركها كنوع نقاط مفتوحة في اخر البحث للباحثين التاليين، او هو يواصل ودي معهم؟ نقطة مهمة، إن أنا باجي في البحث بتاعي في الآخر في التوصيات أقول إن الباحث فيه نقاط جديدة وهو شغال في البحث بتاعه اكتشفه، لكن ما كانش فيه وقت كافي لمعالجة هذه النقاط، وبالتالي بطرحها للباحثين اللي هيجوا من بعدي ممكن يتناول هذه النقاط. أنا كان موضوع محدد بنقاط معينة بس، وأنا بعمل البحث اكتشفت فيه نقاط أخرى بس ما كانش فيه مجال إن أنا أغطي مثل هذه النقاط، فبطرحها بالنسبة للباحثين اللي يجي من بعدين يستكملوا مثل هذه النقاط. نعم. طيب سؤال آخر، معليش دكتور ويعذروني الزملاء، الباحث هل يحق له بعد ما يكون جهز البحث وعمل البحث كامل أن يعرض بحثه هذا على بعض الخبراء وبعض المتخصصين علشان يفيدوه في تطوير البحث أو تعديله أو إضافة إلى أو نقص منه قبل لا يقدم البحث النهائي؟ طبعا وده شيء مطلوب، ويمكن عندنا في الجامعات بتعمل زي سيمينار للبحث، سيمينار بيجي يعرض البحث بتاعه على الاساتذه الموجودين مثلا في القسم، وبيبدا يديله بعض النصائح ممكن خاصه دي في المرحله الاولى من البحث بتاعه، بيديله بعض الافكار اللي ممكن تساعده في توجيه البحث بتاعه. ايضا قبل مناقشه البحث بتاعه من المفترض ان يقعد مع المشرف بتاعه يعرض عليه النقاط، لو في بعض الخبراء ممكن يعرض عليه البحث بتاعه، بس المهم يكون يعني الناس اللي يعرض عليه الشغل بتاعه يتسم بالأمانة العلمية حتى لا يتعرض الشغل بتاعه لحد يصدعه منه. شكرا دكتور، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في حد عنده أي بالنسبة لنماذج الأسئلة؟ ما احنا بننزل أسئلة في أسئلة الواجبات، أسئلة الواجبات دي بتعبر إلى حد كبير عن طبيعة الأسئلة اللي ممكن يجي زيها في الاختبار الفصلي، وإن شاء الله قبل الاختبار النهائي بيبقى فيه مراجعة لمجموعة من الأسئلة بننزلها قبل الاختبار النهائي. لكن عندكم الواجبات اللي احنا بننزلها ده نموذج للأسئلة اللي ممكن تيجي منها أو على غرارها الاختبار الفصلي إن شاء الله، وهنبقى نحدد إيه هي الموضوعات اللي داخلة إن شاء الله في الاختبار الفصلي فيما بعد بإذن الله. مرحبا دكتور، مرحبا. لو سمحت حبيت أسأل عشان يطلق على بحث بحث علمي، إذا كان يتناقش كحد أدنى مشكلتين أو ثلاث، أو لازم يكون مشكلة، وكحد أقصى كم مشكلة لا، بنفس الموضوع؟ ما فيش لحد اقصى ولا حد ادنى لعدد المشكلات اللي يتناولها الباحث. اهم حاجه ان يكون هذه المشكله مشكله بحثيه جيده، ممكن يكون زي ما قلنا ان انا اصيغ التساؤل بتاعي والفرضيه بتاعي فرضيه واحده، والبحث بس يكون فرضيه يعني ايه تستحق الدراسه، وممكن تكون مجموعه من التساؤلات ومجموعه من الفرضيات، وعلى حسب طبيعه البحث. البحث الخاص مثلا ببحث تخرج للطالب بيعمله مثلا في شهرين ثلاثه، غير البحث اللي بيتعمل مثلا في مرحله الماجستير بيبقى مثلا مدته سنتين، غير البحث اللي بيبقى في مرحله الدكتوراه اللي بيبقى مثلا مدته 3 سنوات او 4 سنوات. فالفتره الزمنيه ايضا المخصصه للبحث بتحدد لي نطاق البحث بتاعي، ايه النقاط المفروض ان انا اغطيها في البحث بتاعي. طيب ممكن يكون البحث يتحول فترة من الوقت الكتاب؟ الكتاب ممكن بعد ما الباحث بيخلص البحث بتاعه ممكن ينشره ككتاب، لكن ليس كل كتاب بحث علمي، لكن ممكن البحث لو شايفه انه هيستفاد منه كتير من الباحثين ومن المتخصصين، ممكن بعد كده البحث بتاعه كانت مثلا رساله ماجستير او دكتوراه ممكن يطبعها في كتاب فيما بعد، فممكن تطرح فيما بعد ككتاب. طيب وإذا حب الواحد يسوي بحث في نقاط خطوات البحث إني أطلع على بحوث أخرى، هل بتكون يعني من ضمن يعني كيف أضمن إن البحوث هذه تكون صحيحة، أو كتب بتكون من ضمن بحثي أنا؟ هل راجعة للدكتور اللي راجع، ولا لازم أنا أكون مطلع على كل شيء؟ لا، انت لازم تكون مطلع طبعا في مراكز زي ما نشوف في
محركات بحث ودوريات علمية متخصصة بتكون متخصصة في البحوث والعلمية، بتروحي على محركات البحث دي على الدولات وتشوف البحوث اللي اتعملت في هذا التخصص وتشوف مدى النتائج اللي وصلوا ليها وايه الاختلافات اللي ممكن انت تحدديها في البحث بتاعك، بحيث يبقى في اضافة في البحث بتاعك مختلف شوية عن البحوث السابقة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. طيب هنتوقف عند هذا القدر لان في زميل اخر عنده محاضرة هتبدأ دلوقتي، ونشكركم على حسن استماعكم ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.